اليوم لا تقول لي كابي وان او شبيه الاصلي او درجه اولى. اليوم انا موجود في تري اوبتكس. كل المنتجات اللي نشوفها هذه منتجات اصليه. وين الفن في الموضوع؟ الفن ان الخصومات تصل الين 75%. تعالوا معي يا جماعه ماركه بلورايد. ايش رايكم فخامه هالنظاره هذه؟ راح تتفاجئوا بالسعر، عليها خصم 75%، ماركه اصليه. كم تطلع سعرها هذه؟ 95 ريال بس. انا اشتريت هذه، اول اعلان اشتريتها. هذا موديل آخر من بلورايد، سابقاً 455 وحالياً 110 ريال بس. هذه الخصومات الحقيقية، كان 395 وحالياً 95 ريال. نكمل معاكم باقي الماركات. طبعاً أنا لما أتكلم عن تري أوبتكس أتكلم عن أفخم مكان نظارات عندنا في القطيف. من جد يا جماعة إبداع. القسم قسم كاريرا، طبعاً عندكم نظارات شمسية والنظارات الطبية، عليها خصم كم؟ عليها خصم 50%. الفخامة كاريرا 50%، سابقاً كم سعرها؟ 795 وحالياً 395 ريال. فرصة مرة. عجبني الموديل هذا من كاريرا، طبعاً نظارة طبية تركب عليها الشمسية القطعة هذه، وبنفس الوقت تتصفط. سعرها سابقاً 880 وحالياً 440 ريال. ايش رايكم فيها؟ حلوة مو؟ ما شاء الله والفخامة. لا يفوتكم يا شباب ويا بنات ماركة فندي، طبعاً هدول راح يكون عليهم كم؟ 75%. الخصم مرة قوي يا جماعة، تكلم عن فندي. وهذه ماركة ديور، شوفوا يا جماعة، ديور راح يكون عليها كم؟ راح يكون عليها 50%. رأيكم يا بنات بهالفخامة؟ ماركة ديور من 1450 إلى 725 ريال. شنو هالأناقة؟ شنو هالحركات؟ أتوقع يا جماعة هذا أقوى إعلان أنا عملته. نظارات أصلية يا جماعة، السكشن هذا عليه 75%. طبعاً مشكلين، عندكم كلوي وعندكم مايكل كورس، عندكم روبرتو كافالي، عندكم بوما، كلفن كلاين، 75%. يا جماعة فرصة شراء، ماركة جوتشي. شوف السعر السابق 1960 ريال، حاليا 490 ريال. هذا النيو كولكشن من فندي، راح يكون عليه خصم، اكيد راح يكون عليه خصم 20%. وهذه ماركة بوس، راح يكون عليها كم؟ راح يكون عليها 50%. هذا الستاند بوليس وفيلا، وايضا راح يكون عليه كم؟ راح يكون عليه 50%. عجبتني هذه من بوليس، سعرها السابق 845 وحاليا كم؟ 420 ريال. من جد يا جماعه فرصه شراء. يا شباب يا بنات لا يفوتكم العرض، ترى العرض هذا راح يكون الى نهايه الشهر او حتى نفاذ الكميه. عجبتني الموديلات الحلوه هذه من ريبان، راح يكون عليها كم؟ راح يكون عليها 50%. شوفوا فكرتها هذه مره حلوه، تتصفط يعني داخل الشنطه، شوفوا كيف ما تاخذ مساحة. ايش رايكم؟ بطلة صح؟ نشوف سعرها هذه. ايش رايكم فيها يا بنات؟ مرة حلوة صح؟ طبعا سعرها السابق 1180 وحاليا 590 ريال. المكان مرة ضخم يا جماعة وفي خيارات كثيرة. هذه ماركة كيت سبيد. طبعا في عندهم النظارات الشمسية والنظارات الطبية. 50%. الموديلات الجديدة من سي اتش. شوفوا كيف الفخامة. طبعا راح يكون عليهم خصم 20%. مرة حركتها عجبتني، شوفوا كيف فصلت الإطار 20%. اللي يبغى يجي يشوف أحدث الموديلات يجيب صراحة تري أوبتكس. في إعلانات أعرف إن هي تطلع ترند، هذا من الإعلانات اللي راح يطلع ترند. وهذه إطارات من ماركة تشايرول، مرة حلوين، أحس إنه يعني أحسهم رسميين، يناسبوا كبار السن، مرة جميلين صراحة. وأيضا هذه الإطارات راح يكون عليهم كم؟ راح يكون عليهم 50%. هذه موديلات اللاكوست، وايضا راح يكون عليها كم؟ راح يكون عليها 50%. وهذه تشكيله من القز يا جماعه 75%. تكلموا عن براندات عالميه اصليه. ان شاء الله استمتعتم معنا بالتغطيه. طبعا حاب اضيف معلومه ان متوفر عندهم تابي وتمارا حق الاقساط.